أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى النشرة الإخبارية من قناة السلام. بداية، ترأس الوزير الأول نذير العرباوي اليوم الأربعاء اجتماعا للحكومة، وقد خصص الاجتماع لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج وكذا المعدات والعتاد الفلاحي. كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم شروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية المنجزة في إطار البيع بالإيجار، يهدف إلى ضمان تسيير أمثل لعملية الاستفادة من هذه المساكن منذ تسجيل الطلب عبر المنصة الإلكترونية إلى غاية نقل ملكية السكن إلى المستفيد. استعداداً للانتخابات الرئاسية المسبقة في 7 سبتمبر المقبل، انطلقت اليوم عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية عبر كامل التراب الوطني، أين أشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي على الانطلاق الرسمي للعملية من ولاية بومرداس. ويجدر الإشارة أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تقع على عاتقها مسؤولية إعداد وحفظ بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، كما تضبط العملية طبقاً للتشريع الساري المفعول وفقاً للمادة 53 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وفي الأخبار المحلية، نظم مجلس قضاء البيض يوماً دراسياً حول القانون رقم 624 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، أين نقش مضمون النص القانوني الذي يعتبر لبنة هامة تضاف إلى بناء المنظومة القانونية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. كما ذكر خلال اللقاء بأن التعديلات التي تضمنها النص الجديد ترمي إلى تدعيم الآليات القانونية لمكافحة الجريمة وتحسين أداء العدالة وتعزيز الحماية الجزائية لبعض فئات المجتمع وتجسيد التزام الدولة بمرافقة المسيرين والمستثمرين وحمايتهم خاصة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير من جهة وتجريم عرقلة الاستثمار من جهة أخرى وأخلقة الحياة العامة وتعزيز حماية الأسلاك الأمنية. التغطية لنور الدين بالبشير. المخطوبة من نشر أي وسيلة صورة خادشة الزوجة أو خطيبتها أو خاطبها أو يهدد بنشرها أو إذاعتها أثناء قيام الرابطة الزوجية أو الخطوبة بعد اغتيالها. واجهتها لتفعيل أهم مبادئ أساسية لحقوق الإنسان وهما هنا عمادة للتعديل الجديد الذي جاء به المشاركة والذي في القوانين الجزائية للدول ومن بينها كذلك يعني كان في القانون القديم معدل منها في المشاركة. هذا اليوم الدراسي تم تنظيمه بالتنسيق ما بين مجلس قضاء البيض وكذلك المركز الجامعي نور البشير لولاية البيض، وهذا اليوم الدراسي هو للتعريف بقانون العقوبات الجديد والأحكام الجديدة التي جاء بها وسواء المستحدثة أو التعديلات التي مست نصوص سابقة كانت موجودة في قانون العقوبات قبل التعديل، كما أنه تم من خلال هذا اليوم الدراسي تناول عدة مواضيع من خلال المداخلات التي تم عرضها سيما بدائل العقوبات السلبة الحرية، وتم التطرق إلى عقوبة العمل النافع العام التعديل الذي مسها، كما تم التطرق كذلك إلى العقوبة البديلة للعقوبة السلبة الحرية وهي عقوبة هامة والمتمثلة في المراقبة الإلكترونية، وما جاء به المشرع الجديد وكرسه في قانون العقوبات. إلى الشأن التربوي، أين أجمع مترشحي شهادة البكالوريا بولاية شلف شعبة أداب وفلسفة ولغات أجنبية على سهولة المواضيع بعد اجتيازهم لامتحان الفلسفة، حيث أكدوا أن الموضوعين كانا في متناول الجميع ومضمونهما كان متوقع قبل الامتحانات. ميكروفون حمزة حريشان في هذه التغطية. السوجي كان في شوية في متناول الجميع، كانوا احنا شعبة لغات كانوا فان صعبونا
الرياضيات خاصة اللغة الإنجليزية والأدب، والمعامل تاعهم بزاف طالع، وإن شاء الله تفوت على خير وإن شاء الله قاعد نجيبو لك. اليوم كان امتحان سهل بالنسبة لمادة الفلسفة، سهل بالنسبة لمادة الفلسفة بالنسبة للغات الأجنبية. خاصة الرياضيات كان ما تناولنا في الدراسة، كان كل موضوع كان سهل خاصة الدوائر. اليوم كان امتحان سهل، درت تحليل النص أنايا وجانا سهل، ان شاء الله في اخر ان شاء الله. كان اول حاجه السوجي سهل بزاف، والحمد لله اللي تعاونوا معنا وطاحوا قال مقترحات، وحاجه ما كانتش صعيبه في السوجي تاع الفلسفه، وان شاء الله نجيبوا الباك وكل الطلبه ان شاء الله. اليوم جوزنا فلسفه، كان الموضوع كان في متناول الجميع، زعما اللي حاب يقدر يجاوب، كانوا كامل الاسئله سهلين وواضحين. النهار الاول في الادب العربي كان شويه معقد، اسئله تاع البناء اللغوي كان شويه صعبين، بصح البناء الفكري والتقويم النقدي كانت هكا زعما مليحه، يقدروا يجاوبوا عليها الناس. كولي امر التلميذه، على كل حال السنه الامتحان تاع البكالوريا 2024 كان في متناول الجميع، اللي خادم واللي مريفيزي وكاع الحمد لله الناس كاع تمكنت، خاصه موضوع تعليم تاع الفلسفه كان في متناول الجميع. أمنيا تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بالعباس من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 8 أشخاص مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية نوع إكستازي لغرض الاتجار بها بطريقة غير مشروعة، أين تم حجز كمية من المخدرات الصلبة المتمثلة في 500 قرص إكستازي فئة 300 ميليغرام ومبلغ مالي معتبر، إضافة لمركبة سياحية. المزيد مع بالحاج فرحات. في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بالعباس من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 35 سنة، مختصة بالمتاجرة بالمؤثرات العقلية نوع إكستازي لغرض الاتجار بها بطريقة غير مشروعة. تعود حيثية القضية إلى معلومات واردة إلى أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بسيدي بالعباس، مفادها وجود سيارة سياحية تنقل كمية من المؤثرات العقلية على متنها شخصين آتية من مدينة وهران سالك الطريق الوطني رقم 13 باتجاه ولاية سيدي بالعباس، على إثرها تم وضع نقطة مراقبة ليتم توقيف المركبة المستهدفة، وبعد عملية المراقبة والتفتيش تم العثور على كمية من المؤثرات العقلية نوع إكستازي مخبأة بأحكام داخل السيارة ليتم توقيف المشتبه فيهما. بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية تم تمديد الاختصاص إلى ولاية مجاورة، أين تم توقيف شخصان آخران في القضية وثلاث أشخاص في حالة فرار من ذوي السوابق العدلية. العملية مكنت من توقيف أفراد الشبكة مع حجز كمية من المخدرات الصلبة المتمثلة في 500 قرص إكستازي 300 ميليغرام ومبلغ مالي 50,000 دينار جزائري من عائدة الترويج، وحجز مركبة سياحية وأربع هواتف نقالة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم لتقديم أمام الجهات القضائية المختصة. نبقى دائما في الشأن الأمني، أن تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية البيض من توقيف 5 أشخاص، أين تم حجز أكثر من 4400 قرص مهلوس. المزيد في ميكروفون نور الدين بالبشير. يشهد سوق المواشي ببلدية العيون بولاية تسمسيلة ارتفاعا كبيرا في أسعار الأضاحي قبيل الأيام قليلة من موعد عيد الأضحى المبارك، ويرجع المولون غلاء الأسعار إلى نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها خاصة النخالة والشعير. المراسلة لمصطفى بوزار. العيد هذا السوق تاع المال، كل عيد كيف يكون السوق؟ السوق هذا وقت العيد نهار طالع ونهار هابط، ولا راه مغليتها الماكلة هي اللي غالية. ماهوش اليوم راه في سومة غدو يصبح في سومة. 12 مليون وطلع، السوق راه غالي وهما حليلهم، العاد غالي وكلش عايزينهم، والسوق راه غالي، راه غالي، ما كان خلا مولي لا والو، 10 ملايين ما تشريش. اللي كان يدير 3 ملايين راه ربح لنا ب 2 ملايين، والنخالة راه كلينا راه يدير 450 ألف. تبر راه يدير 75 80 عاد قرط راه 120 140 العاد خالي وما كانش كان قي صبناه رانا بدراهمنا وما صبناش يا بن عمي. في العلف والماكله هذا ما كان، فالبيع راه مغبون والموال مغبون. موال والانسان هذا اللي يقول لك المال راه غالي، راه كاين واحد يعطي لابنه 100,000 يسقهوى بها ما تكفيش، فهمت كيف؟ واللي يقول لك المال راه غالي وكان يبات ماهي يومين ما يطيقش ما ينجمش يسمح
وهذا راه يربيه ملي يكون خروف صغير اكثر من بنو، فهمت كيفاه؟ هذا راه اكثر من بنو، ممكن توال من بنو يمرض ما يديهش، بصح الخروف يروح يجري عليه ويديه. الناس تقول راه قالي وراه ذيك وراه ذيك، رانا نبات وقود عليه، والله لا رانا نبات وقود حنايا ولادنا. الشعير ب 400، النخاله ب 400، التبن ب 200000، راه حيه كبيره تعب. اخزر كيف راه صاير لهم مساكين. وبهذا مشاهدينا الكرام نختم واياكم موعدنا الاخباري، نشكركم على كرم الاصغاء والمتابعه، في امان الله.